صباح الخير على كل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد. بنحب دلوقتي نتكلم مع حضراتكم عن احوال الطقس المختلفه ونطمنكم على احوال الطقس. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده يكون في استقرار في الاحوال الجويه، والطقس هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كل الانحاء. كمان النهارده في نشاط رياح احيانا في المساء على مناطق متفرقه من انحاء الجمهوريه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك استاذه منى، وصباح الخير كمان على كل الساده المشاهدين. اهلا دكتوره منار، قولي لي ان النهارده الجو لطيف. يعني هو احنا الجو النهارده مستقر بالفعل، يمكن متوسط درجات الحراره اليوم ما بين ال 34 وال 35، يعني هنلاحظ ارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، اغلب الكتل الهوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فده بيؤدي لارتفاع طفيف في نسب الرطوبه خلال فترات النهار، فبالتالي بنحس اكتر بارتفاع درجات الحراره، او يعني بنحس بقيم درجات حراره دايما اعلى من القيم اللي احنا بنذكرها مع حضراتكم، بالاضافه كمان ان في امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. العوامل دي هتجعل احساسنا بالطقس خلال فتره النهار ان هو طقس حار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات سواحلنا الشماليه، كمان الطقس بيكون شديد الحراره على محافظات جنوب البلاد خلال فترات النهار، خاصه زي ما قلنا مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس، بالاضافه كمان ان احنا مع دخول ساعات الليل وغياب اشعه الشمس درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ، الاجواء معتدله تماما على كافه انحاء الجمهوريه، بالاضافه كمان ان احنا مع فترات المساء وساعات الليل بيكون في نشاط للرياح. نشاط الرياح ده بيكون على اغلب مناطق الجمهوريه، سرعاته ما بين ال 30 لل 40 كيلو متر على الساعه، فده بيخلينا نحس بنسب رطوبه اقل، فبالتالي بنحس بانخفاض في درجات الحراره او الاجواء المعتدله خلال فترات الليل. احنا في فصل الصيف خلاص، فوارد جدا يحصل ارتفاعات في درجات الحراره وانخفاضات في درجات الحراره، بس ناكد ان لما يحصل انخفاض في درجات الحراره مش معناه ان احنا هنعود للاجواء الربيعيه او الاجواء اللي ليه تدينا الامل وتاخديه مننا تاني يا دكتور؟ لان احنا دايما هنلاحظ في فصل الصيف انخفاض وارتفاع في الحراره، هنلاقي موجات ارتفاع في الحراره ملحوظه خاصه مع ارتفاع نسب الرطوبه، ولما نيجي نقول انخفاض في درجات الحراره الناس بتنخدع في كلمه انخفاض في الحراره، هو معناها انكسار للموجه اللي كانت موجوده. احنا غدا ان شاء الله متوقع يكون في ارتفاع مؤقت في درجات الحراره، يعني ان شاء الله يكون ذروته يوم الجمعه غدا، مدته يوم واحد باذن الله، متوقع في العظمى على القاهره الكبرى تكون 37 درجه مئويه، يعني هنتحول للاجواء الشديده الحراره خلال فترات النهار، الاجواء المعتدله لفترات الليل، هنتاثر بامتداد كتل هوائيه من على الصحراء الغربيه ما بين البحر المتوسط والصحراء الغربيه، فده هيؤدي لارتفاع درجات الحراره، لكن ان شاء الله من يوم السبت والحد هتعود تاني درجات الحراره لل 35 درجه مئويه، ومع نهايات الاسبوع هتوصل تاني لل 34 درجه مئويه، يعني الاجواء بصفه عامه فيها اجواء حاره الى شديده الحراره فترات النهار، زي ما بناكد ان ارتفاع نسب الرطوبه هيخلينا نحس بدرجات حراره اعلى. بالاضافه أكيد. كمان ان التعرض المباشر لاشعه الشمس هيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. عشان كده احنا في الفتره دي دايما بننصح الساده المواطنين يعني ارتداء غطاء للراس وشرب الميه وعدم التعرض المباشر للشمس، دي الاساسيات اللي بنتكلم فيها طول الوقت. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه. مشاهدينا خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره المتوقعه للنهارده. القاهرة العظمى فيها بتسجل 34 والصغرى 23، الإسكندرية 30-22، مطروح 29-21، سيوة 37-20، بورسعيد 31-22، دمياط 30-22، الإسماعيلية 34-22، والسويس 34-22. العريش بتسجل 31 والصغرى 22، طابة 36-34، كاترين 30-15، شرم الشيخ 37-25، الغردقة 36-26، الفيوم 35-23، بني سويف 35-23، والمنيا بتسجل 36-23.
زي ما قلنا درجات الحرارة بترتفع كل ما بنتجه ناحية الجنوب. أسيوط درجة الحرارة فيها 36 والصغرى 23، سوهاج 37 23، قنا 38 26، الأقصر 39 26، أسوان 39 26، الوادي الجديد 39 25، شلاتين 34 25، أما حلايب العظمى فيها 31 والصغرى 24. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم بيان بدرجات الحرارة. خلينا نرجع على طول لهدير ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا ليك يا منى.